مساء الخير على كل متابعي برنامج الكورة والجماهير في كل مكان، ولقاء متجدد مع أخبار الدوري الممتاز في فقرتنا الأولى المعتادة. وعندنا النهاردة سؤال للحلقة، وفي الفقرة الثانية يكون معنا ضيف جميل كابتن تامر عبد الحليم مدرب حراس المرمى بنادي 6 أكتوبر. نروح النهاردة لسؤال الحلقة. عندنا سؤال بيقول: توقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع القادم. نروح لأخبارنا الحصرية النهاردة في الدوري الممتاز. رسميا 10,000 مشجع في ودية منتخب مصر وبتسوانا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالأسكندرية. كل التوفيق لمنتخب مصر الكابتن حسام البدري ورفاقه، وإن شاء الله بداية طيبة، ويقدر الكابتن حسام البدري أن يحصل على التوليفة الجيدة لمنتخب مصر. وإن شاء الله كلنا ثقة في الكابتن حسام ورفاقه والمجلس المعين باتحاد الكرة. نروح للخبر الثاني. النادي الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك الأسبوع القادم في الأسبوع الرابع من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز. طبعا عارفين أن المباراة تبقى يوم السبت القادم في استاد برج العرب. نروح لنادي الزمالك، بيحضر لودية مع نادي المنيا استعدادا لمباراة القمة. عمر الوحش لاعب الإسماعيلي يطالب بإنهاء مسلسل الذل والتدريب خارج قلعة الدراويش خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب ما وصفه بالذل والمهانة التي يشعر بها داخل قلعة الدراويش بعدما تجاهل مجلس إدارة الإسماعيلي رغبة اللاعب بالظهور في أحد البرامج التلفزيونية لإعلان قراره النهائي بالابتعاد عن الساحرة المستديرة لفترة يستعيد فيها توازنه ثم يعود. نروح تاني لنادي الزمالك. الزمالك يمنح اللاعب طارق حامد أعلى عقد في القلعة البيضاء. استقر مسؤول نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على تعديل عقود اللاعب طارق حامد لاعب وسط الفريق بطريقة تختلف عن تعديل باقي عقود اللاعبين. خبر آخر بالنسبة لنادي المقصة، يستأنف تدريباته الأحد استعدادا للمصري في الجولة الرابعة من الدوري العام على أحد الملاعب الفرعية لإستاد الدفاع الجوي. خبر برضو عن نادي الزمالك، الزمالك يجدد مفاوضات عبد العاطي لتدعيم الوسط بعد إصابة زيزو بالصليبي. بدأ مسؤول الزمالك إعادة المفاوضات مع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة قبل العودة للتفاوض مع المسؤولين بالنادي الدجلاوي للحصول على خدماته في يناير المقبل. في خبر بقى يخص النادي الأهلي، فايلر يطلب برنامج خاص لتجهيز 11 لاعب لمباراة القمة، حيث طالب من مساعده توماس مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائي ل 11 لاعب دوليا المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين. كل التوفيق للقلعة الحمراء وكل التوفيق للقلعة البيضاء. الفائز هنقول له ألف مبروك، والخاسر هنقول له هارد لك، وزي ما عودناكم في الكورة والجماهير الحيادية. ويهمنا في المقام الأول إعلاء شأن الرياضة المصرية وتطوير الرياضة المصرية. أنت أبيض أنت أحمر، إحنا يهمنا منتخب مصر، ويهمنا في المقام الأول تطوير الرياضة المصرية. بكده طبعا نكون انتهينا من أخبارنا. هنطلع دلوقتي لفاصل من تصميم الأستاذة أميرة والأستاذة هالة للكابتن تامر عبد الحميد، ونرجع لكم مع ضيفنا الكابتن تامر عبد الحليم حارس مرمى الإسماعيلي والمقاولون العرب سابقا. نطلع نشوف التقرير ونرجع مع ضيفنا الجميل الكابتن تامر عبد الحليم.
السؤال دوت بيتسأل لي كتير جدا، وانا الحقيقه ما عنديش رد ليه، يعني ان انا اهلاوي او زملكاوي. لسه السؤال دوت انا الحقيقه ما لقيتوش ليه اجابه. انا بحب الاهلي جدا، بحب الزمالك جدا، بعشق الكوره جدا، بعشق لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك، فما يبانش عليا انا اهلاوي ولا زملكاوي. انا فعلا بفضل الموضوع دوت. بعد ما رجعنا لكم من الفاصل، طبعا بشكر الاستاذه اميره والاستاذه هاله بالتقرير عن الكابتن تامر عبد الحليم. في البدايه بنرحب بيك يا كابتن تامر، واهلا بيك في الكوره والجماهير، وشرفتنا ونورتنا. اهلا بيك يا كابتن احمد، وانا شرف ليا ان انا اكون معاك الحقيقه ووسط الفريق العمل الجميل دوت. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا الكابتن تامر احب اعرفكم انه لعب في انديه كثيره جدا، لعب في الاسماعيلي، المقاولين العرب، قام برضه بتجربه احتراف في نادي ملكه الماليزي، صح يا كابتن تامر؟ مظبوط. والاتحاد الاماراتي سابقا. مظبوط. وحاليا مدرب حراس مرمى نادي 6 اكتوبر. مظبوط. 6 اكتوبر بيلعب درجه ايه السنه دي؟ ثالثه، في القسم الثالث. ان شاء الله نبارك لكم في نهايه الموسم على الصعود ان شاء الله. يا رب. هو بدانا النهارده الحقيقه اول ماتش في الدوري. النهارده اول ماتش؟ النهارده. عملت ايه بقى؟ اتعادلنا مع نادي الصيد. مع الصيد. اتعادلنا هناك في ملعبهم 1-1. ده يعني التعادل ده خارج الارض. خارج الارض. طب بدايه طيبه مش وحشه. بس احنا كنا نامل دايما، انت حضرتك عارف ان الفرق اللي دايما اللي عاوز يصعد ما بيفوتش، ما بيرحمش، خارج او داخل، هو عايز يكسب الثلاثه. طبعا. كل التوفيق لنا 6 اكتوبر ان شاء الله يا كابتن تامر. كابتن تامر، يعني لعبت في العديد من الانديه، ووصلت الان ان انت بقيت مدرب حراس مرمى نادي 6 اكتوبر. كلمنا في البدايه عن مشوارك في حراسه المرمى. والله انا بدات الحمد لله في سنه 90 مع نادي المقاولين. المقاولين العرب. المقاولين العرب. بدايتك مع المقاولين. كان بدايتي من البراعم للناشئين لحد الفريق الاول. قعدت 14 سنه في نادي المقاولين العرب. ما شاء الله. 14 سنه. 14 يعني سنه. مراحل الناشئين كل كلها. مراحل الناشئين كلها. أيوه. لحد ما اتصعدت الفريق الاول. وتصعدت مع المقاولين. اتصعدت وخدنا، صعدني ساعتها كابتن حسن شحاته. كان معاك اعتقد على ما اظن الكابتن طارق سليمان. كابتن طارق سليمان. أيوه. وكان معانا العقباوي. والعقباوي مدرب حراس مرمى بيراميدز السنه دي. وكان معانا داوود ادياكيتي اللي هو ده كان حارس مرمى. حارس مرمى بوركينا فاسو. ايوه. فدي كانت البدايه. دي كانت مع البدايه. المقاولين العرب. حصلنا ساعتها على كاس مصر وكاس سوبر. تمام. لما كسبنا الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك. ده كان موسم تاريخي للكابتن حسن شحاته. كنا ممتاز به. كمان كنا ممتاز به ساعتها. ممتاز به. الحقيقه يعني عملنا السنه دي
عملنا سنه كبيره جدا وسنه محترمه جدا ولعبنا ساعتها كمان الكونفدراليه واحنا ممتاز به. ايوه يعني لعبنا بطوله افريقيا واحنا ممتاز به. مشيت كان جيل كويس قوي يا كابتن تامر. طبعا كان في اسماء كبيره جدا، كان في كابتن محمد عوده، العقباوي، خالد نبيل، ايمن كبيره زين. جدا بجد. كل الناس دي الحقيقه اتعلمنا منها كمان تمام. حاجات كتيره جدا. مشيت من المقاولين سافرت ماليزيا. ايوه ما انا لسه برضو يعني عشان ما تاخدناش في موضوع ماليزيا حضرتك، انا اعرف ان انت 3 سنوات في ماليزيا. سنتين ونص بالظبط. سنتين ونص بالزبط. في نادي ملكة. نادي ملكة الماليزي. ماليزي. ده نادي زي نادي الاسماعيلي عندنا في مصر هنا. كشعبية بقى نادي كشعبية جدا. والحمد لله يعني خدت احسن حارس مرمى هناك. تمام. في الدوري. حصلنا على الدوري الماليزي. الدوري الماليزي. تاني سنة حصلنا على الدوري الماليزي واول ويس. سنة فنشنا رابع. تاني سنة. تاني سنة. كانت تجربة مهمة جدا حقيقة، وكان كمان اللعب في آسيا كان جديد علينا الفترة دي. أنا سافرت ماليزيا في 2004 تقريبا 2005. تمام. فكنا أنا كان عندي ساعتها 18 سنة، فكانت تجربة كان احترافك في يعني أنت بعد برضو ما يعني ما خلصت وأنهيت الاحتراف رجعت على نادي المقاولين. أنا رجعت، لا أنا رجعت مصر علشان هم لغوا احتراف الحراس هناك في ماليزيا. في ماليزيا منعوا احتراف حراس المرمى. انا كل ما بروح بلد مبدئيا بيلغوا فيها احتراف حراس المرمى. ده حاجه حتى في الامارات. حتى في الامارات. طب انا خايف بعد البرنامج يقفل برنامج يا كابتن تامر تبقى كارثه. لا لا ان شاء الله خير حبيبي. منورنا والله كابتن تامر. حد جميل وحارس مرمى محترم من الشخصيات الجميله بجد. ربنا يبارك لك. الحمد لله. طب حضرتك يعني بصفتك بقى تخصصك كحارس مرمى، مين افضل حارس مرمى في مصر من وجهه نظرك يا كابتن حاليا كابتن؟ ولا على العموم؟ حاليا وعلى العموم. حاليا والله في جوان محترمه كتير، في عواد جون كبير، في الشناوي الاهلي جون محترم محمد. جدا في الشناوي الزمالك، في مهدي سليمان ده اللي انا بعتبره من الحراس الحقيقه المظلومين في مصر. مهدي سليمان. مهدي سليمان ده حارس مرمى كويس جدا جدا، امكانياته عاليه جدا جدا. وفي علي لطفي في النادي الاهلي بس لسه ما خدش الفرصه بتاعته. انت عارف النادي الاهلي مش من النوعيه اللي هو ممكن يدي ده شويه ويدي ده أكيد شويه. اكيد اكيد. لا هو بيستمر شويه على الحارس الاساسي بتاعه. والاهلي بيثبت الحارس يعني. الاهلي ما بيحبش يوجع دماغه يعني. هو موضوع الحارس بالنسبه له، حتى لو تلاحظ من ايام كابتن ثابت البطل بتلاقي ده بياخد فتره كبيره، وكابتن اكرامي بياخد فتره كبيره. انت حضرتك مع تغيير ان هو بقى الادوار يعني ناخد فرصه يعني مثلا مدرب حراس المرمى او المدير الفني اي فريق عامه يعمل سياسه الدور ولا يثبت حارس مرمى؟ قال له انه الافضل للحارس وللفريق عامه. بص يعني حضرتك السؤال ده مهم جدا. أيوة. موضوع الدور دوت مهم جدا. تمام. ولكن انا مش مع الدور. يعني انا دايما بشوف مين الاجهز. ثابت طبعا يكمل. بشوف مين الاجهز ومين اللي نفسيته اعلى. طب ده ما بيأثرش على الحارس الثاني او الحارس الثالث انه هو ما هو الثاني والثالث لازم يبقى فاهم ده، لازم يبقى فاهم ان هو هيجي له وقت وهيبقى رقم واحد، انما الفرصه تجيله يمسك فيها. بس هو ده هو ده زي ما اتعودنا وزي ما اتعلمنا يعني من زمان. انت شايف وجهه نظر حضرتك ان ثبات الحارس ده افضل له وللفريق طبعا عمتن. طبعا اولا بيبقى خلاص هو الراجل خد زي ما بتقول كده بالبلد اللي هو الراجل خلاص حافظ مكانه. تمام. حافظ مكانه خلاص. فانا يعني ما ينفعش يعني حتى لو غلط، خلي بالك حتى لو قصر في مباراه يعني انت عندك الشناوي الاهلي بيغلط في مباريات كتير، عنده اخطاء كتير. اكيد اكيد بس عنده اخطاء. هم متمسكين لان هو حارس مرمى كويس، هو يعني امكانياته عاليه جدا. تمام. بس انت شايف ان ده ما بيأثرش على الحارس الثاني والثالث؟ لا انا بالنسبه لي لا. وخلي بالك برضه هو برضه في الاول وفي الاخر بتقف على المدرب حراس المرمى. انت بتخلي الحراس بتاعتك دي واصلين لفين؟ هل انا هل في حاجه متشاله جوه الواحد عشان خاطر ابقى زعلان، ولا انا بتمنى الخير لزميلي؟ يعني عندنا في نادي اكتوبر طبعا هديك مثل صغير، كابتن احمد عبد الغني طبعا نجم حرس الحدود هو مدير الفني نادي اكتوبر. معانا بقى مداخله. الو مين معانا؟ الو. ايوه مساء الخير يا فندم. اهلا مساء النور. انا بقى مش عارف بقى كابتن تامر هيعرف صوت حضرتك ولا لا، مش عارف. يا كابتن تامر لسه بنتكلم شويه. طب ماشي. الو. ايوه فندم مع حضرتك، منور البرنامج. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك يا كابتن. معانا الكابتن رضا عامر. طبعا. شايف باشمهندس. يا باشمهندس ما عرفش صوت حضرتك اهو. لا لا ولا يهمك، ربنا يخليك تعيش. انا لابس لك اصفر يا باشمهندس النهارده. انت نورتنا النهارده يا باشمهندس رضا، سعداء باتصال حضرتك. ونتيجة أنا شايف نتيجة طيبة النهاردة النادي 6 أكتوبر بالتعادل خارج الأرض. كل التوفيق لنادي 6 أكتوبر يا باشمهندس.
يعني كان طموحنا اكتر من كده بكتير، يعني احنا يعني السنه دي ان شاء الله بنتكلم في ان اكتوبر يبقى مركز اول بفارق، يعني ان شاء الله كنا الاستعدادات والاحتياطات، والمفترض يعني ان احنا كنا طلعنا بنتيجه اعلى من كده بكتير. هو التعادل كبدايه خارج الارض انا وجهه نظري النتيجه برضو طيبه يا باشمهندس، يعني لو مع احترامي يعني ما يكون مثلا في فرقه منافسه، لكن يعني نادي السيد احنا السنه اللي فاتت كسبانين فرق كتير، يعني يعني كان الموسم اللي فات كان السكور كان عالي بالنسبه ل 6 اكتوبر، كان 5-0 وحاجات كده يعني. طب ايه اللي حصل الموسم ده احنا السنه دي الموسم زي ده زي ما حضرتك قلت بقى، يمكن اول ماتش شويه واللعيبه كانت مشحونه زياده شويه ولا حاجه يعني. ان شاء الله بقى نبارك لحضرتك هنا كابتن في برنامج الكره والجماهير ان شاء الله بالصعود للدوري الممتاز بين الموسم القادم ان شاء الله. ان شاء الله والله املنا ان شاء الله، احنا كل هدفنا السنه دي ان احنا ان شاء الله نصعد للممتاز به، وده مش هيكون اخرنا، يعني احنا ناويين نكمل في الكوره. انا بسمع عن نادي 6 اكتوبر كل الخير، وعارف مجهودات حضرتك ومجهودات الجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله نحتفل بنادي 6 اكتوبر من عندنا هنا من مدينه الانتاج الاعلامي قناه الصحه والجمال برنامج الكره والجماهير ان شاء الله يا باشمهندس. ان شاء الله يكون فتحه خير برنامج او قناه الصحه والجمال بيكون وشها حلو علينا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن، ونصعد السنه دي ان شاء الله يا باشمهندس، ونورتنا واسعدتنا النهارده. ربنا يخليك، متشكر جدا. اتفضل يا فندم. اتفضل. نروح للكابتن تامر الجميل بجد. حبيبي يا كابتن. تسمح لي اقول حاجه بس لباشمهندس رضا؟ اتفضل. باشمهندس ازي حضرتك الاول؟ انا عارف انك قفلت. معلش النهارده هارد لك. طبعا انت عارف دايما البدايات بتبقى كل الفرق بتبقى شبه بعضها. تمام. لسه في بدايه الدوري، ودايما انت عارف ان دايما الماتشات الرسميه بتختلف تماما عن الماتشات الوديه. طبعا. فانا بنعتذر لك النهارده يا باشمهندس، هو الراجل الحقيقه داعم قوي جدا، عامل شغل جدا كويس قوي بجد، بجد لا يقل عن فرق كبيره جدا ونادي محترم واعضاء محترمين جدا. فان شاء الله تتعوض في اللي جاي باذن الله. اظن بقى دي كده اعتذار على الهواء يا باشمهندس، وان شاء الله انا يعني الكابتن تامر بيوعدك بالنتائج بقى الطيبه بدايه من الماتش اللي هيبقى على ارضنا ان شاء الله. تلعبوا فين يا كابتن؟ ملعب 6 اكتوبر، نلعب على ارض 6 اكتوبر. نادي 6 اكتوبر ملعب محترم جدا. مين المباراه القادمه ان شاء الله؟ عندنا الحلوان. عندنا حلوان النهارده اتغلب. اتغلب من مين بقى النهارده؟ من جولدي. اتغلب من جولدي النهارده، فهنلعبه الماتش الجاي ان شاء الله. يعني جاي لكم جريح، يعني جايلنا جريح، وعندنا قبل الجريح دوت عندنا مباراه في الكاس يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. الثلاث اللي هو مع الوراق كاس مصر. مع الوراق كاس مصر في الادوار التمهيديه في 6 اكتوبر برضه عندنا. ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله 6 اكتوبر، وان شاء الله يبقى الاحتفال من عندنا يا رب. ان شاء الله يا رب، نتمنى ان شاء الله يا رب. نرجع لاسئلتنا مع كابتن تامر. طبعا حضرتك لا حديث يعلو فوق نادي الاهلي ونادي الزمالك والمباراه القادمه. طبعا. وطبعا مباراه السوبر كانت حافله بالاثاره طبعا، مع تقدم الاهلي 3-0، الزمالك بيعود بهدفين، توتر في اخر 10 دقائق، هل الزمالك هيتعادل؟ هل الاهلي هيحافظ؟ هل الاهلي هيعزز؟ مزبوط. وانتهت بفوز النادي الاهلي. مزبوط. مباراه النهارده يعني انا شايفها هي مباراه بثلاثه بونت، ولكن كل جهاز فني بيسعى للحصول على الثلاث نقاط، خصوصا ان المديرين الفنيين جداد، وكل واحد عاوز يثبت نفسه، وعاوز يثبت نفسه للجمهور وللاداره. مزبوط. عشان يكمل مع الفريق. توقعاتك ايه يا كابتن تامر؟ بص، هو دايما ماتشات الاهلي والزمالك هي ملهاش توقعات، ملهاش دايما بتلاقي، واقول لك على حاجه، دايما بتلاقي اللي مش جاهز هو اللي بيكسب. فعلا غالبا دي حقيقه في القمه. يعني احنا المباراه اللي فاتت على فكره كان اكثر المتفائلين نادي الزمالك، يعني جمهور الزمالك. يعني هو لو ما كان، يعني لو مش مباراه فيها كان لازم يطلع فائز ومهزوم. مظبوط. هو لو مباراه دوري كان كل الناس يقول لك تعادل او فوز الزمالك. مظبوط. كان لان الزمالك كان عامل مباراه جميله جدا مع بيراميدز في الكاس قبليها على طول. كان معنوياته عاليه جدا، وكان لسه واخد كاس مصر، وكان الاهلي لسه فايلر، لسه بادئ جديد، فكانت كل معنويات الزمالك مرتفعه يعني جدا. الزمالكاويه كانوا داخلين المباراه، يعني انا شايف ان هم اتخطفوا بلغه الكوره بقى، اتخطفوا يعني نتيجة 3-0. والله أقول لك على حاجة، يعني دايما يعني شخصية النادي الأهلي بتجبر طبعا اللي قدامه على اللي هو عايزه، التحدي والإصرار بصراحة طبعًا. يعني ومنظومة دي حقيقة محترمة جدا طبعا. حضرتك أنت شفت طبعا كلمة العظيم الكابتن محمود الخطيب طبعا في احتفال النادي الأهلي ببطولة الدوري، راجل 40 جميل كده، دي رسالة لكل الرياضيين في طبعًا مصر، احنا بنتعلم منه بجد طبعا.
يعني حد مهذب، حد محترم. يعني انا يمكن عايز اقول لك حاجه كابتن محمود، اولا طبعا بتمنى له السلامه طبعا. طبعا من خلال حضرتك طبعا، ربنا يشفيه طبعا. وكل الزملكاويه بيدعوا له وكل الاهلاويه بيدعوا له، لان الراجل دوت طبعا ده اسطوره فعلا. ده فعلا هو ده الاسطوره ورمز من رموز الرياضه في مصر. فهو هو بطبيعته هادي. أيوة. ودوت اللي منجحه لعلمك. ايوه مش عصبي ومش انفعالاته بيقدر يتحكم في انفعالاته. هو ما بينفعلش اصلا، ما بينفعلش اصلا يعني. هو الراجل هادي. خلي بالك يا كابتن تامر، مع انه اتعرض لكميه انتقادات لا يتعرض لها بشر، وضغط كبير جدا، وضغط كبير جدا، ولكن عنده ثبات انفعالي. وده ما بيميز ادارات النادي الاهلي. مظبوط. يعني سواء بقى جبنا من عند كابتن صالح سليم، الكابتن حسن حمدي، كابتن محمود طاهر طبعا، كابتن الخطيب، كل تحس ان هي منظومه ثابته. هو تحس ان هو كل واحد بيكمل محدش بيجي يهدم يعني. لا 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 لا، محدش بيقول انا ما عملتش او انا عملت. لا لا، هو طريق دايما النادي الاهلي كده، هو طريق طبعا. كل واحد بيجي يكمل اللي حتى ما لو حضرتك برضو الكابتن خطيب في احدى اللقاءات، يعني نادرا ما بيتكلم طبعا الكابتن خطيب، ولكن اشاد بالكابتن المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي طبعا، والكابتن حسام البدري على حصولهم على بطوله الدوري. طبعا دي الروح الرياضيه بقى اللي احنا بنحبها. هو ده النادي الاهلي، مش هو ده الروح الرياضيه، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي بس الاهلي. يختلف عن الاخرين طبعا. تمام. طبعا حضرتك عارف ان احنا عندنا النادي الاهلي، طبعا الزمالك لسه عنده مباراه مع جنراسيون اللي هي المباراه المعاده. وغالبا ان شاء الله نادي الزمالك ربنا هيوفقه وهيكمل مع النادي الاهلي ويدخل دوري المجموعات. عندنا يعني مباريات انا شايفها ديربي. يعني مثلا عندك الاهلي والنجم الساحلي، الزمالك ومازيمبي، اتحاد العاصمه الجزائري والوداد البيضاوي، الرجاء البيضاوي والترجي التونسي. وجهه نظرك مين اصعب المباريات؟ بص، هي ملحمه، هي بجد حاجه صعبه بصراحه. يعني اقوى جداً بطوله الموسم جدا. وننسى السته بقى بتاعه النجم قبل كده، لازم ننسى خلاص. اللي بيحصل مره يعني كل مباراه لها ظروف. طبعا. وبعدين هم مستعدين جامد جدا للنادي الاهلي، تحس ان هو جدا طبعاً. تحس ان المباراه دي بالنسبه لهم هو زي ما تقول رد شرف، رد اعتبار للنجم الساحلي بصراحه. نتيجه ثقيله ما كانش حد يتوقعها طبعا. جدا سته، وبعدين ده من اول دقيقه علي معلول في اول دقيقه، فكانت نتيجه غريبه. لا، هي الماتشات دي الحقيقه هتبقى صعبه جدا، صعبه. والمباريات دي هتبقى صعبه على النادي الاهلي كمان فعلا. هي المجموعات كلها بجد صعبه جدا السنه دي. صعبه جد يعني. عايزه بقى النفس دي ميزه طويلة. كابتن عماد متعب في القرعه اللي بيعملها وفي كابتن عماد متعب. نروح برضو لموضوع مهم على الوسط، في الوسط الرياضي، مصار بقاله لمده اسبوع كابتن تامر. حديث الشارع الرياضي النهارده ونادي الزمالك تحديدا، يعني نادي الاهلي ما بيتكلمش، ازمه كهرباء. انا مش شايفها ازمه يعني، والله مش ازمه يعني. هل هيروح النادي الاهلي؟ هي حصلت كتير. هي حصلت كتير وحصلت للنادي الاهلي كتير، وحصلت للنادي الاهلي. كابتن عصام الحضري وبداها النادي الاهلي. صح، مظبوط، النادي الاهلي اللي بداها. خلي بالك عشان برضه نبقى منصفين يعني. تمام. النادي الاهلي هو اللي بدا الموضوع دوت، هو اللي بدا. بس هو ما فيش ازمه تقريبا. هو الموضوع كله شرط جزائي اعتقد ان هو هيدفع. تمام. ومستنيين بس رد المحكمه. تمام. للموضوع دوت، وما اعتقدش ان هو هيبقى فيه. بس انا كان ليه تعليق شويه على كهربا. اتفضل. انا كان نفسي يعمل زي حسني عبد ربه. لو رجعنا شويه لحد، لو رجعنا ل 2007 2008 كنت. تمام. انا في الاسماعيلي الفتره دي. تمام. وحضرت الموضوع ده كويس. لما جه حسني قال يا جماعه انا خلاص مش قادر ادي تاني للنادي الاسماعيلي. تمام. فانا عايز اشوف طريق كويس. الراجل طلع واتكلم. طبعا الجمهور طلع. لو تفتكر الجمهور لما مشي بالعمل زي جنازه عشان خاطر حسني ما يمشيش من اسماعيليه. هو الراجل برضو من كتر عشقه لبلده والناس والاهله، الراجل اتمسك بنادي الاسماعيلي. بس الموضوع هنا يا كابتن تامر، انا وجهه نظري بيختلف. مختلف. لان كهربا مش زملكاوي، كهربا ابن النادي الاهلي. والله اقول لحضرتك على حاجه، وخرج من النادي الاهلي بفعل فاعل. هقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. موضوع اهلاوي وزملكاوي حاليا او من خمس ست سنين خلاص ما بقتش موجود. هي مع اغلب اللعيبه معلش، هو بقينا في زمن احتراف خلاص. انا بيدفع اكتر. انا كنت انتمائي لحد تاني خالص. لما لعبت للنادي الاسماعيلي بقى انتمائي لحد تاني خالص. فالانتماءات دي هي داخليه ولكن هي ما بتظهرش خلاص. انا راجل دلوقتي، حضرتك دلوقتي في الصحه والجمال. أيوة. بتدي كل جهدك للصحه والجمال. هتروح قناه ثانيه هتدي كل جهدك خلاص. هو ده الاحتراف اللي احنا ما كناش نعرفه زمان. هي كانت بتبقى ازمه يعني. انا فاكر مثلا قبل الثمانينات عشان لاعب، يعني فاكر انت حضرتك رضا عبد العال
قعدنا شهرين او 3 شهور نتكلم، قعدنا 3 سنين نتكلم على كابتن رضا عبد العال. كابتن رضا النادي الاهلي وكان اغلى صفقه ساعتها، كان اغلى 625000 جنيه تقريبا. انا فاكر الفتره دي. طبعا فموضوع الاهلاوي والزملكاوي دي خلاص بطلت يعني. ايوه طيب حضرتك شايف ان الاهلي انهى بالفعل صفقه كهربا؟ هو انهاها ولا لسه فيها كلام؟ بس لما لا هو خلاص هي خلصت خلاص. بس لما طلع اتكلم المستشار مرتضى منصور وقال انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. هو صح على فكره. تمام. لان هو النادي الاهلي دلوقتي المستشار بيتكلم كعقود ولوائح. الله ينور عليك. تمام. مظبوط. بس هو كهربا استغل يعني زي ما تقول ثغره الاحتراف، يعني هو خرج بره زي محلل. ايوه خرج بره ويرجع تاني. على حصلت مع سيد معوض وحصلت مع بركات وحصلت مع لعيبه كتير. فالموضوع ده خلاص يعني ما مش عايزين نعتبره ان هو ازمه، لان هي مش ازمه. انا بس كان نفسي ان كهربا يطلع يقول يا جماعه انا خلاص مش مستريح في نادي الزمالك. ويعني اقول لك على حاجه يا كابتن تامر، وممكن والزملكاويه اغلب الزملكاويه عارفين المعلومه دي، هو كابتن كهربا ما كانش عاوز يسيب نادي الزمالك. هو حابب الموجود، هو كان حابب انه يكون موجود. طبعا. ولكن هو الخلاف جه على العرض المالي، ضغوط حصلت يعني كان عاوز يزود العقد. الزمالك مثلا يعني بدا يعني يتكاسل في موضوع العقد. مظبوط. فخد قراره ان هو يسافر بره. بس برضه يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، مش كل واحد عايز يزود فلوس او يزود عقده. طبعا هو مستقبلك وحقك كل أكيد كل أكيد مشروع أكيد طبعا جدا. بس مش كل حد هيطلع يبقى عايز جنيه زياده يبقى عايز يمشي من النادي، او يا اما تدوني يا اما امشي. هو كل الناس بصت لتجربه بيراميدز يا كابتن تامر. مظبوط. يعني موضوع بيراميدز، نادي بيراميدز طبعا عروض ولا في الخيال ولا في الاحلام. بقول مش ولا في الخيال يعني الشناوي طب ما احمد الشناوي عمل نفس لا ده الشناوي بقى خرج من الزمالك لبيراميدز مباشر، ده دايركت على طول على طول مباشر. بس دي كان لسه الدنيا كانت حلوه يعني شويه. بس هو ممكن يكون الزملكاويه كانت الصدمه خفيفه ليه، لان هم قال لك طالما ما راحش الاهلي خلاص. هم اهم حاجه لنادي الزمالك طالما ما راحش الاهلي خلاص، والنادي الاهلي العكس خلي بالك طالما ما راحش الزمالك خلاص ما فيش مشكله. طبعا. رايك في تصريح رئيس نادي الزمالك بان اي نادي سيتعاقد مع كهربا سيقوم بمقاضاته وايقاف اللاعب؟ والله هو ادرى. انا مش هقدر اقول غير كده يعني. هو ادرى بال هو رد دبلوماسي محترم منك يا كابتن تامر. هو ادرى بالكلام هو ده. هو يعني انا شايف هو حقه طبعا يتمسك بحقه لاخر لحظه طبعا، حتى لو هو مش عايز اللاعب مفيش مشكله. هو خلاص كده كده اللاعب مش محتاجه خلاص. هو مش عايزه ولا رئيس النادي. تمام. ولا الجمهور ولا الاعضاء خلاص. هو الراجل فحقه طبعا ان هو يتمسك بحقه القانوني. تمام. طبعا تمام. نروح بقى للمديرين الفنيين لاكبر ناديين في مصر، فايلر وميتشو او ميتشو وفايلر. تمام. توصف لنا ميتشو مدير الفني لنادي الزمالك بايه يا كابتن تامر؟ ميتشو يعني عمل ميزه او عمل حاله في نادي الزمالك ما كانتش موجوده من زمان، من ايام تقريبا اوتوفيستر. تمام. ايه هي الحاله؟ انه خلى كل اللعيبه تحب بعض. تمام. وده بان جدا قبل ما يلعب الاهلي. تمام. لحد ما حصل التدخلات بقى وخلي ده يلعب وخلي ده ما يلعبش. حصل مناوشات في الفتره الاخيره. حصل اكتر من لاعب. حصل يعني. حصل حصل. ولكن تم تغريم في لعيبه اتغرمت في النادي عشان عارف في لغط كبير وفي في كلام كتير. وبص طول ما المسؤول بيتكلم طول ما اللي تحتها هيتكلم لازم. عشان هو ايه اللي بيميز النادي الاهلي؟ ان ما فيش مسؤول بيطلع يتكلم، كل واحد عارف دوره بس. ودي ميزه اعلام خلي بالك، دي برده عشان تتحط يعني. تمام. تبقى بين قوسين يعني. الحقيقه الاعلام برضو ما بيفتعلش المشاكل مع النادي الاهلي بالنسبه للنادي الاهلي بصراحه. عارف ليه؟ عشان هقول لك ليه برضو. وكلام حضرتك مظبوط. قافلين على نفسهم مثلا. قافل على نفسه وما هوش ساحه للعرض. دي حقيقه. يعني دي ميزه برضو. دي حقيقه. ما هو انا النهارده يعني اغلب الناس يقول لك طب ليه الاهلي مشاكله مش في الاعلام؟ طب الزمالك مشاكله في الاعلام. مظبوط. انت اساسا انت اللي بتصدر المشاكل طبعا الإعلام نادي الزمالك. طبعا اذا كان رئيس النادي نفسه كل يوم مداخله مع كل 4 دقائق. أيوة مش كل يوم، كل 4 دقائق لازم يطلع يتكلم. طيب. ولازم يطلع يصرح ولازم يطلع يقول، ولو حد اتكلم لازم يخش تاني في مداخله. ولو حد عمل حاجه لا يطلع تاني في مداخله. يعني لازم نهدى. عارف هو عايز اقول لحضرتك على حاجه. طيب. عارف لو التركيز اكتر مع فريقي مع فرقتك وتسكت افضل طبعا. وده اللي بيعمله النادي الاهلي. هو ما بيعملش غير ده النادي الاهلي فعلا. بيخسر ما بيتكلمش، بيكسب حتى في المكسب ما بيتكلمش، ولا في يعني ولا في البطولات بيتكلم. ايوه صح. خلاص انا قافل على نفسي وقافل على فرقتي، فانا ما بحبش ما بطلع. هو مش شو اعلامي وخلاص. أيوة. الموضوع مش شو اعلامي ان انا بطلع كل شويه. تمام يا كابتن تامر. طب بالنسبه بقى الفايلر المدير الفني للنادي الاهلي برضو يعني بص احنا مش عايزين، احنا دايما المصريين بيستعجلوا في الاحكام بسرعه. هو اتحكم عليه بصراحه يعني في الراجل ده يشكر لحد دلوقتي طبعا، عامل مجهود كبير جدا طبعا اللي بدا بيها مع النادي طبعا. والميزه في النادي الاهلي كمان هم ما وصلوش للمدير الفني الضغوط دي
ان انت جاي، الدنيا وردي، الدنيا حلوه، انت موجود في اكبر نادي في افريقيا. ده الاداره. الاداره طبعا تمام. خلت المدير الفني نفسه ما بقاش فيه ضغوط. بس خلي بالك يا كابتن سامر، جمهور الاهلي نوعيه مختلفه طبعا. يعني جمهور الاهلي ما بيصبرش، ما بيصبرش، مش هتحقق لي نتائج هنهاجمك. وده اللي بيحصل فعلا. وده اللي بيحصل. الاهلي ما بيستحملش. عشان كده انا مش عايز ادي رايي فيه. أيوه. لان انت ممكن لو حصل حاجه في الماتش الجاي هيطلع يقول لك ميتشو العالمي والفايلر هو اللي لسه بيشوف الفرق، مع ان فايلر واخد العلامه الكامله في جميع المباريات اللي لعبها. مظبوط يعني مظبوط، كلها دخل فيه جون، هدف واحد، هدف واحد، وهدف في الدوري. في الدوري في السوبر هدفين، هدفين يعني. في السوبر ثلاث اهداف في ست مباريات، في ست سبع مباريات، سبع تقريبا مباريات. نتيجه كويسه طبعا. طبعا. وبعدين هو كمان بيدقق قوي. لا وكم هدف بقى؟ 19 هدف. لا هم ما شاء الله يعني. وهو عامل سياسه التدوير بطريقه كويسه، يعني تحس ان لعيبه النادي الاهلي كلها جاهزه. يعني هو عمل ده، ينزل جاهز. هو عمل ده، ودي ميزه للمدرب. هو الفن. عمل ده دايما، كان دايما احنا نعرف عن المدير الفني ان هو لو نزل لاعب واللاعب ده جاب له جون او ثلاثه او ثلاثه بونت او كسبه ماتش، خلاص الراجل ده بقى ممكن بيبقى كابتن فرقه كمان. صح. مش بيبقى مش هيلعب. مزبوط. لا الراجل ما عندوش مشاكل في الموضوع ده. ما عندوش نجم كمان. لا 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 لا، فدي حاجه برضو بتميزه الحقيقه يعني. كل التوفيق للكابتن ميتشو والكابتن فايلر المسؤولين او رؤساء الاجهزه الفنيه في نادي الاهلي، في نادي الزمالك والنادي الاهلي. نروح لفخر العرب محمد صلاح، وراي الكابتن تامر ان كابتن محمد صلاح النهارده بيرفض التصوير مع تميم ويرفض اي دعايه قطريه، ايه رايك في الموضوع ده؟ ده شرف لي اولا ان هو يرفض جميل حاجه زي جميل ده. جميل الكابتن محمد طبعًا صلاح يعني. طبعا طبعا ما شاء الله، حتى تصرفاته وتصريحاته متزنه. هو انسان عقلاني جدا، بقى نجم يعني. طبعا نجم. ده سوبر ستار كمان، مش نجم بس. فهو يعني بيختار كلامه ازاي. أيوة. بيفكر كويس جدا. تمام. ما شاء الله زوجته كمان بتساعده كتير جدا في الموضوع دوت. هي مثقفه جدا. أيوة. مش اللي هو معلش يعني مش جاي من طنطا وفجاه بقى في انجلترا فبقى لم يبهر باضواء المدينه خالص بصراحه. وده الفرق بينه وبين لعيبه كتير بدون ذكر اسماء. تمام. وكانوا اعلى كتير جدا من محمد صلاح كموهبه وكفنيات وكبدني وككل حاجه. صح. ولكن هو الحقيقه هو اختار طريق مشي زي ما تقول حضرتك، هو مشي في الظل. وعلى فكره مش عايز لو انت تتبعت تاريخه من الناشئين يا كابتن تامر، يعني الكابتن محمد صلاح تعب كتير جدا طبعا. وانا بقول للمدربين الناشئين في مصر، كل الانديه في مصر، يا ريت بجد يعرضوا نموذج محمد صلاح. في فيديوهات بتقول كده. الراجل ده انا اعلم انه كان بيسافر، يعني مثلا بيخرج من البيت الساعه 10 الصبح. مزبوط. بيرجع بيته 10 بالليل. مزبوط. وكان لسه ولد صغير. مزبوط. وكان بيركب مواصله واثنين وثلاثه. مزبوط. عشان يحقق هدفه. وهضيف حاجه على كلام حضرتك. أيوه. كان في مواصله بيوفرها. أيوه. علشان يرجع بفلوس. عشان يرجع بفلوس. يعني ده شرف كبير طبعا. وده يا ريت يبقى نموذج لكل الناشئين في مصر. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، المديرين الفنيين او المدربين حاليا. أيوه. خلاص ما بقاش في زي زمان. لا لازم اسيدي نموذج. هو لازم ده نموذج خلاص يعني. تحس نموذج ان هو دلوقتي ليه ما يبقاش عندنا النهارده مليون محمد صلاح في مصر؟ لما يبقى في مدرب، لما يبقى في مليون مدرب النموذج اللي حضرتك بتتكلم عليه، انما ما فيش المدرب ده دلوقتي على فكره. والله يا كابتن في الناشئين بالذات. والله يا كابتن تامر عندنا يعني احنا دخلنا في موضوع الناشئين في عماله كده، عندنا ناشئين في مصر على اعلى مستوى، على ولكن اعلى مستوى كمان، ولكن للاسف مش عارفين يوصلوا ازاي. عشان هو ده بقى المدرب. ايه هي القصه؟ قصه مدرب يعني. انا معلش انا بيجي لي تليفونات كتير وناس كتير بتكلمني وممكن بيزعلوا مني لان انت عارف ان الموضوع النهارده بقى تجاره وبزنس. هو ده اللي عايز اقوله. فانا طبعا احنا بنبعد عن الموضوع ده. فالنهارده يا ريت يا جماعه والله في كل نادي يكون يتكون لجنه من الناس اللي هم الكشافين او اللي عينهم حلوه وينزلوا المحافظات وينزلوا الاقاليم. مظبوط. ويطلعوا لنا، هنطلع مليون محمد صلاح بجد فعلا. بس انا هضيف حاجه كمان صغيره. اللي عامل المشاكل دي خلي بالك قبل المدرب ولي الامر. ولي الامر، ولي الامر اهم حاجه عنده ابني يبقى زي محمد صلاح. طب يا عم ازاي؟ ما هو كله فعلا زي ما انت بتقول. ازاي؟ أيوه. هو شافي اصلا عشان يبقى محمد صلاح. تمام. ما تعبش انت اولا بتساعده. أيوة. بتروح تدي الهدايا للمدربين عشان خاطر ابني يبقى موجود مش عارف فين. لا وبتدفع مبلغ وقدره. وبتدفع مبلغ عشان يبقى ابني يطلع لي كارنيه. حتى لو طلع لي كارنيه مش عارف منين مش مشكله. ايوه ده بيحصل. ده بقى اولياء الامور. انا افتكر زمان، احكي لك موقف صغير عشان ما اطولش عليك. اتفضل. زمان وانا في المقاولين. ايوه. كان ماسكنا كابتن سعيد الشاشيني. طبعا. ده والدي. ده حاجه كبيره في الرياضه المصريه. هو طبعا هو ده نادي المقاولين العرب. ايوه. كابتن سعيد الشاشيني وكابتن عبوده وكابتن زمزم وكابتن نبيل ابراهيم. اعلى قطاع ناشئين في مصر. المقاولين العرب ما فيش حد كان يختلف على الكلام ده بجد. فجينا في راس السنه.
أيوه. والدي اداني نتيجه واجنده تمام اديهم للكابتن سعيد هديه وده طبيعي يعني وده عادي جدا دي عادي. اجنده عادي. مش معلش يعني مش عربيات مزبوط. ومش فلوس دي اجنده يعني حاجات اصلا ما بتعديش ال 15 جنيه مظبوط اقسم بالله كابتن احمد عايز اقول لك كابتن سعيد رفضها لا ده غير رفضها ده خلاني اتمرن لوحدي اسبوع قدام اللعيبه عقاب علشان الناس تعرف ان 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 الكره مش بالكلام ده خالص شفت هو ده اللي بتكلم فيه طبعا يا ريت نرجع مش موجود دلوقتي يا ريت نرجع المدربين في مصر ما هو برضو في حاجه يا كابتن النهارده اي مجلس اداره ما بيجي يعين القطاع الناشئين طب ليه ما بيجيبش اسماء كبيره هو لازم يبقى انا لعبت كوره النهارده وخلصت واعتزلت عشان يجاملني يدخلني في قطاع الناشئين لا ده في ناس ما لعبتش كوره اصلا بس راحت خدت شهاده السي ما هو ده بيرجع بقى مدرب ده بيرجع لمجالس الادارات يا كابتن والعلاقات كوره في مصر ماشي علاقات طبعا كل حاجه علاقات في مصر طبعا لنا الله بامر الله يا رب نروح لبرضه تصريح بس من نوع اخر كابتن وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك يعتذر للمستشار مرتضى منصور بعد ان قام بالشكر والترحيب والثناء على رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. والله بص ايه رايك يا كابتن؟ وليد اولا او كابتن وليد طبعا انا لعب معايا سنه في الاسماعيلي. تمام. اعرفه كان فيرود هايل جدا. لا فيرود يعني كبير طبعا. ده ما حدش يقدر يتكلم في دوت لا خلاف على الكلام دوت يعني ولكن انا كان نفسي وليد ايوه يعني يعني ياكد الكلام اللي هو قاله لانه فعلا هو ما قالش حاجه غلط تمام. لما قال ان الكابتن خطيب قيمه كبيره في مصر هو معنى انه اعتذر للمستشار مرتضى منصور ان هو اخطا فبيعتذر هو قال انا اخطات طب هو ده اخطا في ايه ما هو ده اللي انا عايز اعرفه منه يعني انا الحقيقه انا كنت نفسي اعرفه منه بس هو ما بيردش على التليفونات خالص عشان خاطر الناس كتير قوي طالعه بتهاجمه في الموضوع دوت هو ما وضحش حاجه مهمه أيوة. بس هو بس اللي عارفها يعني هو ما وضحش حاجه مهمه هي يا كابتن تامر وخلي هو لا هو بجد والله هو بس اللي عارفها هو قال لك انا رحت للمستشار المكتب ايوه ورحت النادي أيوة. واعتذرت والراجل قال لي هم بيتكلموا علينا كويس قلت له لا طب انت ليه بتتكلم كويس والله عندك حق لا هي مش كده خالص لا الموضوع مش كده خالص فهي في حاجه الحاجه دي هو بس اللي يعرفها كابتن وليد صلاح عبد اللطيف الحقيقه والمستشار مرتضى منصور وانت كمان يا كابتن تامر عارف ماشي وانا كمان عارف هتقول لنا عليها الحلقه الجايه صعب قوي كابتن حارس مرمى بقى مش هعرف اخلص بصد معاي. بس طيب في تصريح بقى لحد حبيبك قوي كابتن شريف اكرامي طبعا حول حقيقه انتقاله لنادي الزمالك طبعا قال كلمه جميله جدا لن اضع الاهلي في كفه مع نادي اخر في مصر دي حقيقه ايه دي حقيقه اظن الكابتن شريف ده بيعتبر برضو سيبك بقى من انه حارس مرمى هو النهارده بقى يعني بيعتبر قائد وكابتن للنادي الاهلي يعني خرج من حته انه لاعب يعني لا خالص يلعب بقى يقعد احتياطي عايز اقول لحضرتك على حاجه اتفضل من زمان جدا في 2003 لما كنا في كاس الامم تمام الشباب اللي هو جيل شريف وجيل متعب كان ساعتها كان معنا الكابتن حسن قبل ما يمسك المقاولين العرب وائل شيتوس لا وائل شيتوس كان الجيل الاكبر يعني مننا كان أكبر احنا كان جيلنا شريف اكرامي عماد متعب عمرو زكي احمد سعيد الجيل ده عمل نتائج كويسه الجيل ده عمل نتائج ولعبنا كاس عالم ساعتها بس انا الحقيقه ما حصلليش الشرف ان انا اكون معاهم كابتن شريف اكرامي في الجيل ده كان هو كابتن الفرقه شريف الحقيقه ما كانش كابتن فرقه بس أيوة. شريف كان ابونا الحقيقه في المعسكرات في السفر في كل حاجه تحس ان هو اكبر لعيب في الفرقه برغم ان كلنا قد بعض أيوة. بس تحس ان هو باتزانه أيوة. بكلامه المحترم جدا بدايما كان اللعيب الوحيد اللي كان دايما يصحينا عشان نصلي الفجر كابتن شريف من صغرنا صلاه الفجر جدا هو كمان من عيله محترمه جدا طبعاً. من عيله كابتن اكرامي طبعاً. عيله كرويه طبعا, طبعاً. كابتن طبعاً. الشحات اكرامي ورحمة الله عليك كابتن احمد اكرامي طبعا فهو شريف هو برافو عليه هو قال كلمتين هو قفل الموضوع قفل ان انا مش هحط النادي الاهلي في كفه خلص الكلام ولكن خلص الكلام ولكن هو حقه انه يروح اي مكان هو عايزه لا هو بيعتبر نفسه رمز من رموز النادي الاهلي يعني صعب ان في حاجه حصلت ماتش اسوان ايوه محدش خد باله منها في مباراه اسوان والنادي الاهلي ولا الاعلام اتكلم عليها ايوه ولا هو طلع اتكلم عليها تمام. ولا حد اتكلم عليها تمام انا بس شفتها كده ممكن تقريبا بالصدفه تمام الماتش شغال ايوه وشريف اكرامي بيعمل ايه هو بره الماتش خالص وماتش سهل ونتيجه عاليه وملوش في اي موضوع أيوه. تخيل لما يبقى ماتش رسمي دي اول مره اشوفها في حياتي ايوه لما يبقى ماتش رسمي وجون مش موجود خالص في الماتش وبيتمرن ورا الجون
اشتغل بطن واشتغل ظهر ويجري شويه بيتمرن والماتش شغال. هو كان خارج المباراه خالص. ما كانش في 18 لاعب خالص ولكن بيتمرن، معنى ان هو يتمرن لوحده من غير مدرب، من غير ادوات، من غير كور. انت بقى كحارس مرمى خدت بالك؟ خدت بالي كويس جدا منها دي. خدت بالي منها كويس جدا. ما حدش اتكلم عنها فعلا، ولا حد هيتكلم عنها، ولا هو نفسه، ولا هو مش مستني حد يتكلم عليه. خلي بالك برضه هو برضه من حظ النادي الاهلي يا كابتن وليد ان غالبا كان. لا كابتن وليد خلاص بقى يا كابتن تامر. لا انا اسف يعني. يعني انا اقصد اقول ان من حظ النادي الاهلي ان كباتن الفريق بيحسوا بقيمه النادي الاهلي. يعني هو مش كابتن فريق مثلا سنه واثنين وهيعتزل. افتكر كده كابتن احمد، يعني مين دايما كباتن فريق النادي الاهلي من زمان؟ ايام كابتن ثابت، كابتن ثابت بعديه كابتن شوبير، بعد كده حسام عاشور، هادي خشبه، وبعد كده هادي خشبه، وبعد كده كابتن ابراهيم حسن، كابتن وليد صلاح الدين. الناس دي بتسلم قامات، بيقلع الشاره بيحطها في كتفك، خلاص ان انت لازم تمشي على اللي احنا ماشيين عليه. وعلى فكره يا كابتن تامر، هو الناس بتزعل مننا من الكلام ده، ولكن هي دي الحقيقه. هو ده سر تفوق النادي الاهلي طبعا، هو ده اللي مخليه ان هو في حته تانية خالص. بس يعني هو ده اللي مش مخلي، مش تعصب بقى يعني. مثلا ممكن مثلا الزملكاويه بيزعلوا مننا في الكلام ده، ولكن هي دي الحقيقه. والله بص، انا يمكن اكتر حد بتهاجم على السوشيال ميديا بصراحه. أيوه. لان لحد النهارده يعني لما بشوف حاجه للنادي الاهلي بالحقيقه يعني بطلع اتكلم فيها، تمام، ولما بشوف حاجه للنادي الزمالك بطلع اتكلم فيها، ولكن الجمهور ما بيقبلش ده. عارف ليه يا كابتن تامر؟ التعصب بيخلي الشخص اعمى. ما هو مزبوط. شايف مظبوط. طب ما انا ما انقدش يعني. الكابتن خطيب قال حاجه جميله قوي في في الحفله، في الحفله بتاع الدرع، الدرع 41. قال في ناس همها الاول والاخير افشال النادي الاهلي. مظبوط. طب ما تركز انك تنجح، ركز مع فريقك. طب ما تعمل زي النادي الاهلي. لا يعني ما تعمل زي النادي الاهلي، مفيش حد يعرف يعمل زي النادي الاهلي. ما هو ده سر التفوق صدقني. طبعا، وسر قوته خلي بالك في الموضوع دوت. نروح برضو لتصريح من نجم كبير الكابتن طارق العشري مدير الفني نادي حرس الحدود. انا افضل مدير فني مصري بعد حسن شحاته وحسام البدري. حقه الراجل. طب الراجل شايف كده انا احسن حارس مرمى في جيلي. تمام. حقك. طبعا دي اسمها ثقه. يعني انت بتعتبرها ثقه؟ ثقه، وفي نفس الوقت كابتن طارق طبعا مدرب كبير وعمل انجازات كبيره جدا وعلى الارض. فعلا. ولكن هو الراجل شايف ان هو فعلا. وبعدين ما تنساش، وبعدين ادى للكابتن حسن شحاته لسه ده اللي انا هقوله له، ان هو قبل ما يقول انا احسن هو قال فضل أحسن. عليه الله ينور عليك. في احسن مني يعني. تمام. وقال اسمين كبار جدا في ومنهم طبعا. ومنهم المدير الفني اللي كان اسمه داخل معاه في الترشيحات يعني. مظبوط. دي حاجه كويسه طبعا. مظبوط. وبعدين ده دعم برضه ما تنساش يعني. دايما بيبقى في كلام كده، بيبقى في وسط الكلام محدش بياخد باله منه. أيوة. هو طبعا دعم للكابتن حسام البدري. تمام. ودعم كبير جدا لمنتخب مصر. هو ما يقدرش يطلع يقول اكتر من كده، لازم يدعم الناس ديت. تمام. هو شخصيه جميله طبعا 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 طبعا. نروح برضو لنجم غائب عن الساحه ونجم جميل، كل يعني كل الجماهير سواء ابيض احمر اهلي او زمالك بيعشق الكابتن احمد رمزي نجم واروع من لعب باك ليفت في الرياضه المصريه. طبعا. عنده تصريحات اعرض عليك برضه يا كابتن تامر. هو من تصريحاته قال لك لابد من تعيين مدير كره للزمالك قام بممارسه اللعبه. مظبوط. تمام. مظبوط. تمام. رقم اثنين قال لك هناك لاعبين في نادي الزمالك تشعر بانهم لا يريدوا اللعب للزمالك. مظبوط. كلامه مظبوط. مظبوط طبعا. قال في تصريح ثالث انا ضد رحيل السويسري جروس. مظبوط برضه. يعني انت تتفق مع الكابتن احمد رمزي في الثلاث؟ عارف ليه بتفق معاه؟ ان الكابتن احمد زملكاوي قوي. طبعا قوي طبعا. بيعشق حاجه كبيرة. ولا ليه علاقه مين رئيس نادي كان اسمه ايه ولا اللعيبه ايه. هو الراجل بيحب الكيان. بس عارف حضرتك الثلاث تصريحات دول يا كابتن ممكن الزملكاويه يزعلوا منه، بس هو بيتكلم لصالح الفريق طبعا. يعني هو ما جابش سيره احمد رمزي. ما انا بقول لحضرتك، هو ما بيتكلمش، هو بيتكلم بروح النادي الزمالك. هو ما بيتكلمش عشان خاطر مستني حاجه. لعلمك هو لو مستني حاجه كان من زمان جدا دخل في الموضوع. معانا اتصال. الو افندم. ممكن؟ الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كلم تامر. كلم كابتن تامر. معاكي الكابتن تامر. الصوت ده مش كابتن تامر. حضرتك منور. عرفت مين يا كابتن تامر. كابتن تامر مش مركز خالص، في مش عارف في ايه. معانا الاستاذ عزه. يا قلبي. ينفعش؟ طيب ما تعرفش الصوت. ينفع كده على الهوا مش عارف صوت حضرتك؟ مش عارفه ازاي يعني. ازيك؟
كابتن تامر منورنا وحضرتك منورانا باتصالك وتشريفك لنا في برنامج الكره والجماهير. ميرسي لحضرتك، انتم منورين. تحب تقولي ايه بقى للكابتن تامر قبل ما نقفل؟ كابتن تامر، احنا انا وكتاليه دايما فخورين بيك. ربنا يخليك، كتاليه دي بنتي. ربنا يوفقك ان شاء الله، حاجه جميله. ربنا يخليك يا حبيبي، منوره الدنيا يا استاذ عزه. ميرسي جدا، ميرسي ليك وبالتوفيق ليك ان شاء الله يا كابتن، والنادي اكتوبر وكابتن احمد وانا اكتر حد عارف انت بتتعب قد ايه وبتحب شغلك. خلاص انت تتفقي معايا ان احنا نبارك لهم هنا في الصحه والجمال؟ طبعا طبعا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نبارك لهم في نهايه الموسم يا استاذ عزه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ليكم، ميرسي جدا. حرمش من الاتصال طبعا، يعني انا عايز بس اعلق طبعا عشان اعرف انام النهارده في البيت، لازم اعلق بجد. طبعا يعني مراتي طبعا انا بشكرها لان هي واقفه معايا جدا وبتساندني جدا وبتدعمني جدا. ربنا يخليكم لبعض. الحقيقه يعني متابعه جيده، وهي على فكره هي اول مره، انا ما اعرفش ان هي تطلع على فكره، هي فاجئت، عشان كده بقول لك مين معانا، انت مش متخيل ان هي تبقى معانا. ما اعرفش، فانا بشكرها. بس على فكره هي برضه لما تروح البيت هتقول لك ازاي ما تعرفش صوتي وبتاع. لا ما عشان انا هقول في مبررات، ما تقلقش بطلع بمبررات. بس هي عملتها لك مفاجاه. ما اعرفش والله. ربنا يوفقك، ربنا يخليها لك يا حبيبي، وان شاء الله ربنا يعني يحقق اللي انت عاوزه يا كابتن تامر ان شاء الله. يا رب. نروح لفقرتنا الاخيره النهارده، فقره الصور. هنعرض لحضرتك مجموعه من الصور وتعلق لنا عليها. تمام. في هاشتاج انا نسيت بعد اذنك يا كابتن تامر، هاشتاج اطلق مؤخرا باسم محمد صلاح، وبدا ينتقد البعض ويقارن بينه وبين ابو تريكه بسبب الصوره التي انتشرت مؤخرا مع عارضه الازياء البرازيليه بوضع يداها على كتفه. ايه رايك؟ حاجه جميله جدا. ايه حاجه جميله جدا، مؤيد الموضوع طبعا. ايه طبعا، معانا الصوره، بتهيألي شايف الصوره معايا. لا طبعا، معلش إيه؟ يعني اولا في حاجه، بالنسبه لهم يعني، لا وفي حاجه عايز اضيفها بس. اولا محدش يعرف ان 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 مراته وبنته كانوا موجودين معاه في اللوكيشن، كانوا موجودين في الصوره دي، موجودين معاه في التصوير، بيتفرجوا على التصوير. ما انا عشان كده لو ترجع شويه بقول لك، مراته مثقفه جدا، حد لا ومرتبطين ارتباط حاجه جميله طبعا، وهي طبعًا عندها ثقه فيه كبير جدا. ايوه هي بتثق في الكابتن، وكابتن محمد صلاح راجل خلوق يعني جدا. مش معنى، بص احنا دايما احنا المصريين بنحب، نفسي بقى نبطل الكلام ده، نسخن الامور. نفسي بقى يعني نروح لفقره الصور، ودي فقرتنا الاخيره النهارده مع الكابتن تامر. هنعرض لحضرتك مجموعه من الصور وتعلق لنا عليها. تمام. صورة حضرتك، أول صورة معانا صورة حضرتك بالكأس. ده كأس مصر. ده كأس مصر، ده مع كأس مصر، ده أغلى كأس في حياتي. ده كان مصر مع قصاد نادي الزمالك. لا ده كأس مصر لما كسبنا النادي الأهلي. لما كسبته النادي الأهلي وكسبته الزمالك في الصور في نفس الموسم. بنفس بعديها ب 10 أيام. فاكر أحداث المباراة دي يا كابتن؟ طبعا. أنا أحداث مثيرة جدا. جدا، وقبل الماتش حصل موقف ما بنساهوش الحقيقة، والكابتن حسن شحاتة ما بنساهوش. قبل الماتش دوت كان الأهلي خلاص اتعاقد مع رامي عادل. لاعب المقاولين. لاعب المقاولين العربي. وكان كابتن حسن طلب من رامي انه ما ينزلش الملعب في وقت اللي هو احنا كنا نازلين نبص على الجماهير عشان ناخد الرهبه نضيعها في الاول. أيوة. ورامي ما نزلش، فجمهور الاهلي كله قعد يقول تعالى يا رامي تعالى، ينادي عليه ومحدش بيروح. فرحت رافع له ايدي. أيوة. على اساس ان انا مين؟ ان انا رامي. أيوة. لقيت الاستاد كله اللي في الدرجه الثالثه تعالى يا رامي، وفي الثانيه بقيت عمال الف هنا والف هنا الملعب كله على اساس ان انت رامي. انا مش رامي. فالموقف ده انا ما بنساهوش. دي كانت تعليمات من الكابتن حسن شحاته ان الكابتن رامي ما ينزلش، ان هو ما ينزلش عشان خاطر ولا جمهور يشجعه ولا ترتبط بحاجه ولا الكلام ده كله يعني. نروح للصوره الثانيه يا كابتن تامر، معانا صوره حضرتك مع شيكابالا نجم نادي الزمالك. شيكا 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 عشره عمر بجد. وقضينا 45 يوم في القاره الاولمبيه في اسماعيليه في المنتخب. ايوه. والحقيقه هو طفل، حد جميل شيكابالا جدا جدا، ولعيب كويس جدا. لا مش احنا، ما انا اسف يعني، مش انا اللي هقول ان شيكابالا لعيب كويس. ايوه. لا شيكابالا لعيب كبير جدا، ولكن ظروفه لو يعني لو ظروف النادي تسمح لشيكابالا انه هيعمل حاجات مش عايز اقول لك عامله ازاي. شيكابالا لعيب كبير طبعا. نروح بقى لصديقك كابتن محمد عواد. حبيبي عواد ده ابني. عواد انا اشتغل معايا في الاسماعيلي
كان هو لسه في الناشئين. لعيب كويس ومؤدب ومحترم جدا، حاجة جداً حاجة جداً جميلة جدا. الكابتن عواد الصورة دي جميلة، انا بحب الصورة دي جدا على فكرة. دي كانت في مباراة المقاولين؟ كنا لا دي كنا بنلعب الزمالك، ماتش ودي. ماتش ودي اكتوبر 6 اكتوبر. ده لسه من شهر قريب يعني. من شهر وعملنا مباراة كويسة جدا، وساعتها الكابتن طارق يحيى كان هو المدير الفني. ايوه قال لك بشكره طبعا على كلامه، قال لك احسن فرقة لعبناها في مباريات الودية هي فرقة 6 اكتوبر، فبشكره طبعا للكلام الجميل. نروح للصورة اللي بعد كده، معانا الكابتن ابراهيم سعيد. هيما هيما فينك؟ هيما ده بقى اخويا يعني الحقيقة. وابراهيم سعيد يعني هو فين دلوقتي يا كابتن تامر؟ موجود يعني ابراهيم الحقيقة من الشخصيات اللي كان لاعب فاز، مش هيجي زيه، مش هيجي زيه بصراحة. مش هيجي زيه، صعب جدا لما تلاقي فعلا والله لما تلاقي مساك او ليبرو في وقتها يجي بيجوان وبيرقص وبيروح وبيجي بيعمل كل حاجة وروح عالية جدا طبعا. ويعني لا هيما ابراهيم حبيبي طبعا. نروح برضو الصورة مع الخلوق اللي انا بحبه على المستوى الشخصي، الكابتن عبد الحميد شبانة. ده حبيبي هي. بنبارك لك بقى كابتن عبد الحميد انضمامك في نادي 6 اكتوبر، ان شاء الله عايزين الفرقه تصعد السنه دي. شبانة من اللعيبه المحترمه جدا بجد. ومن اللعيبه ربنا يوفقه والله. الحقيقه لينا شرف ان احنا ان يكون معانا السنه دي هو والمرغني لاعب نادي الزمالك. الحقيقه السنه دي احنا عندنا تدعيمات كبيره جدا، لكن شبانة لعيب محترم، هو فاكهه الفرقه العلم فعلا كابتن عبد الحميد. فاكهه الفرقه الحقيقه. في صورتين عندنا، صوره مع المدرب والصورة الأخيرة نختم بيها تبقى أفضل. ورينا بقى يا أميرة صورة الكابتن تامر مع المدرب. مين؟ أنا عاوز أشوفه يعني، أنت اللي هتقول لنا. طيب أميرة لا، ما أنا عاوز أختم بآخر صورة. طيب نختم بقى بصورة الكابتن. هو طلع صورة بس مش عارف. أيوة مش شايفها كويس. هتوضح دلوقتي. مش شايفها كويس. ده مستر تاسس. ده مستر تاسس اليوناني. هو يوناني. ايوه كان ماسك اندرلخت البلجيكي. ايوه والحقيقه اشتغلت معاه سنه في اندرلخت البلجيكي. حد جميل جدا. وحد اتعلمت منه حاجات يا كابتن احمد الحقيقه. يعني لو قعدت 50 سنه مش هتعلمها من حد. حد جميل يا كابتن جدا تامر. جدا الله. جدا. اخر صوره بقى عشان نختم بيها كابتن تامر، صوره الكابتن تامر مع كتلية كبيره وكتلية صغيره. ده كان ماتش الشرقيه للدخان السنه اللي فاتت لما كنا مع جولدي. العروسه دي بقى كام سنه؟ العروسه دي دلوقتي داخله على 3 سنين اهو. ما شاء الله ربنا يخليها وتفرح بيها يا كابتن تامر. دي الحقيقه هم كانوا معايا وكانت لابسه حتى تيشيرت تيشيرت النادي. النادي احنا غلبنا الماتش ده. لا يا نهار ابيض. بس لا يبقى كده مش هنحضر ماتشات تاني. وانا اتطردت كمان. كمان. طبعا حد جميل الكابتن تامر، ساعدنا بلقائك يا كابتن تامر ونورتنا وشرفتنا. اعزائي المشاهدين، نرجو ان احنا نكون ضيوف ما كناش تقال عليكم النهارده، واسفين ان احنا سهرناكم معانا واسعدنا يعني سعدنا بكم، ولا لقاء اخر يوم السبت القادم ان شاء الله مع نجم جديد الساعه 12 بعد منتصف الليل. الكوره والجماهير مع احمد سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.